طيب إذا بدنا نحل الآن مثال عملي على ديزاين عملية كومبنسيتر. مثال بقول إنه عندي second order system. Second order system S على S بايد أنا عندي two poles. هون 15 بالمية overshoot ورايز 9.3 seconds. خلينا نكتب المعادلات هون. إذا عندي transfer function تبعت open loop system FS يساوي 1 على S S plus 5. Second order system. في two poles. واحد في الأوريجن وواحد على minus 5. radians per second. المطلوب انه بدي اصمم كنترولر ام بي يساوي له 15% اوفر شوت وبدي الرايز تايم يساوي 0.3 اوفر سكند وبدي احقق الشرطين. هلا انتبهوا احيانا ممكن ما احتاج ليد كومبنسيتر. في بعض الحالات ممكن اصمم هون واتاكد ولا انا ما بحتاج ليد كومبنسيتر الكي لحالها كافيه بتحقق الشرطين معي على اي حال. لانه تذكروا انه الرايز تايم يكون يعني هون احنا بنكون دافعين شو كان لازم انا احط هون اقل من 5 ثانيه اقل من 5 ثانيه ها اوكي ماشي واضح هاي. اذا عندي انا هون او احنا عاده بنعمل الاوفر شوت بيساوي 15% لانه بدنا كي تكون اكبر قيمه ممكن عشان نخفف من ستيدي ستيت بس احنا فعليا هون عندي ام بي بدي اياها تكون 15 يعني خلي هاي بتساوي راح اخلي هاي اقل من او تساوي اذا كانت هاي اذا هاي تحققت 15% وكانت هاي اقل من 0.3 سكند ما في عندي مشكله. طيب اذا هلا حتى نشتغل بهذا راح نرسم الروت لوكس على اللوك. هلا حتى نرسم الروت لوكس على اللوك خلينا نشوف ايش احسن سكيل ناخذه. انا ناخذ هون 10 مليمترات بس احنا اظن بنقدر ناخذ احسن من هيك عندي 1 2 3 4 5 6 7 7 في 2 14 ما راح يجيني هون 14. طيب خلينا ناخذ صغير واحد بلوك، اذا راح اخذ البلوك او كل 50 ملم على اللوح اللي هي بلوك راح تساوي 1 راديان بير سكند، اوكي ماشي؟ هلا خلينا اول شيء نرسم الروت لوكس بالسيستم الاصلي. بدي ارسم الروت لوكس بالسيستم الاصلي راح احط هي الايماجنري اكسس وراح اخذ 1 2 3 4 5 6 7 هي الريل اكسس اذا هذا هون عندي سيجما ريدنس بير سكند وهون عندي جي اوميجا ريدنس بير سكند. هلا التو بولز عندي في عندي واحد بالزيرو واحد ماينس 5 ريدنس بير سكند احنا اخترنا سكيل هون 50 واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه راح يكون عندي البول الثاني. نرسم الروت لوكس. هلا وين راح يكون في عندي الروت لوكس؟ عندي هون في شيء هون عندي هي اوت وبعدين صار ايفن اذا الروت لوكس لازم يكون في المنطقه هاي. هذا سكند اوردر سيستم من عندي ان ماينس ام بيساوي 2 ناقص زائد 180 على 2 شو بعطيني زائد ناقص 90. واذا عملت المشتقه الثانيه عشان اطلع البريك اوي بوينت بشيك او الاسنتوس خلينا اطلع الاسنتوس. الاسنتوس هي مجموع الريل بار تبع البورت. قديش الريل بار تبع البورت؟ 0 ناقص 5 ناقص 5 على 2 ناقص 2.5. هذا طبعا حاله سهله لانه هو سكند اوردر سيستم فالاسنتوس هو نفسه جاي على الخط. اذا الروت لوكس عندي راح يكون هاي هون هيك وفي تو سكشنز للبروجرام هاي هيك هيك وهيك انتهينا من هذا الجزء. هلا خلينا نشوف اذا بقدر احقق الشرطين هذول بالروت لوكس موجود لانه ممكن يتحقق. واضح السؤال؟ واضح اللي بحكي لكم اياه؟ ممكن ما يحتاج جيت كومبنسيتر. يعني انا اذا بدي اسال السؤال بشكل دقيق راح اقول لك ما بعرف انا صاحب المصنع ما بعرف ايش اسمه جيت كومبنسيتر. شو بقول لك صاحب المصنع؟ بقول لك اي سيستم صمم لي كنترولر يعمل هذول الاثنين. فانت المفروض لو بدك تمشي بالطريقه الصحيحه شو لازم تعمل بالاول؟ تشوف انه هل ممكن يتحقق الشرطين هذول باستعمال كي كنترولر بس. اذا خلينا نحسب من هذول. خلينا اول شيء نحسب من ام بي 15%. اذا احنا قلنا ام بي 15% تساوي اكسبوننشال ماينس 5 زيتا تقريبا على ماينس زيتا نص سكوير. طلعت معنا نص مش هيك قبل هيك. خليني اشوف اتاكد انا حاسبها هون تطلع معي. انت كم نص وشوي بيطلع زيتا نص وواحد ستة تقريبا نص وتطلع بيتا قديش؟ 59 59 ايوه تمام. اذا هون انا بحسب هلا تطلع معي زيتا ومن زيتا بطلع بيتا بتساوي 59 درجة. إذا أول شيء راح أعمله راح أجيب المنقلة. ناخذ منقلة من المنقلة بنرسم
المفروض تاخذ طبعا لاين اوف ذا سيجر مش مناسب لهذا، لكن تقريبا انا باخذ هون هاي مش مناسب للمرة. هلا بناخذ هون ونرسم طبعا انا عم بفرجيكم الرسم عشان انت تعرف الطريقة. هاي عندي هون هي بناخذ تقريبا 59 وانا بجيب هون صارت هاي 59. اذا النقطة الوحيدة اللي تقع على الروت لوكس اللي بتحقق شرط الاوفرشوت هذا هي اي نقطة؟ هاي هون. او طبعا كل النقاط اللي هون بتكون اقل من الاوفرشوت وهذول النقاط بيكونوا اكثر الاوفرشوت او اكثر في عندهم قيمه معينه. طيب الشيء الثاني لازم الاقي الان بدي الاقي انا عندي الاوفرشوت بقدر اعوض في المعادله بدي احول اول شيء هاي تقريبا تساوي باي على 3 هي مش بالضبط بس باي على 3 ريديانز من هون وعندي انا بدي الرايز تايم اذا الرايز تايم بيساوي باي ماينس بيتا بالريديانز على اوميجا دي ويساوي باي ماينس باي على 3 على اوميجا دي وهذا بده يساوي 0.3 سكند اذا اوميجا دي هتساوي اوميجا دي بتطلع معي في الحسابات من هون 7 ريديان بير سكند. هلا اذا احنا بنقول الرايز تايم بتكون اقل من 0.3 اذا اوميجا دي بدها تكون اكبر من 7 ريديان بير سكند لانها واحد على مش هيك طلعنا هون اذا هذا بيكون اقل من القيمه هاي هذا بيكون اكبر عشان يكون الرايس تايم اقل اذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 اذا هذا الشرط هون عندي اوميجا دي تساوي 7 ريديان بير سكند واذا عندي النقطه هاي بتحقق عندي الشرط. هل ممكن استعمل بروبورشنال كنترولر بهدنا مش هيك؟ ما فيش طريقه معينه. لو كان عندي اوميجا دي اقل من هون لاحظوا هاي نقطة مهمة انتبه انت ما تفكر لو انت رسمت طلع معك اوميجا دي هون معناها تحقق الشرط يكون الرايس تايم اقل لان اوميجا دي اصغر اوميجا دي اصغر فالرايس تايم راح يكون اقل من افضل ايش كان ايش اذا البيتا طلع معك كبير اذا بيتا بيتا مضبوط هون عندنا مش هيك وعندي اذا الرايس تايم راح يكون صحيح هلا اوميجا بتكون اكبر لا ما بتزبطش بتكون اكبر من هالكلمه عشان الرايس تايم يكون اقل. لو اوميجا دي كانت عندي هون معناها اوميجا دي هون راح تكون اكبر معناها الرايس تايم راح يكون اقل. فلو الخط اللي رسمناه كان هون معناها النقطه هاي بتحقق شرط الرايس تايم واضح ليش؟ اوميجا دي جبنا اياها هون. اوميجا دي فعليا راح تكون هون اذا اوميجا دي جديده اللي تحققت اكبر من هذيك اذا الرايس تايم اقل. لكن بهاي الحاله ما بزبط معي. هاي النقطة ما بتنفع لي بالنقطة هاي، إذا بدنا الروت لوكس يمر في النقطة هاي اللي موجودة هون، مش هيك؟ هو حاليا ما بهون، إذا في عندي أنجل أوف ديفيس، كيف بدي أحسب الأنجل أوف ديفيس الآن؟ نرجع للأنجل كونديشن، الأنجل كونديشن هو إنه بدنا مجموع زيروز معي من هون، فراح يكون مجموع زوايا البولز بده يساوي زائد ناقص 180 من 2K بلس 1. إذا خلينا أول شيء أشوف قديش هلا الزوايا قديش لازم يكون مجموع الزوايا عند النقطة هاي تتحقق لأنها بتقع على الروت لوكس مش هيك؟ فالزاوية هاي زائد الزاوية هاي رح تعطيني 180 هي فعلا رح تعطيني 180 لأنه لاحظ هاي الزاوية وهاي الزاوية 180 بالضبط مضبوط؟ مش هاي الزاوية زائد هاي الزاوية 180 صح هاي تقع على الروت لوكس إذا هاي الزاوية وهاي الزاوية مجموعهم 180 مضبوط؟ لأنه هاي طبعا مساوية لهاي هذا المثلث وتساوي الساقين هاي الزاوية مساوية لهي الزاوية مضبوط؟ هاي الزاوية زائد هاي الزاوية تطلع معي 180 لكن هاي لا تحقق الروت لوكس إذا هاي المشكلة اللي عندنا بدنا يتحقق الروت لوكس إذا بدنا الزاوية إذا نحن الآن جبنا نحسب الديفيسيت أنجل الديفيسيت أنجل عندي هاي هون هي الزاوية تبعت ثيتا في 1 وهي الزاوية تبعت ثيتا في 2 خلينا نقيسه هلا انا قيسه بشكل تقريبي من هون انا عارف انه هذا مش دقيق 100% اذا هاي احنا عارفين قديش قيمتها مش هيك هذه 59 اذا هاي راح تكون 60 ناقص 8 120 121 مش هيك هاي معروفه منها هلا هاي لازم نقيسها انا تقريبا هون بالقياس تقريبا هي اقل شوي من
90 يعني كان يعني بالتقدير تقريبا اول ما 87 باخذ حسبنا على القياس وهذه الطريقه الصحيحه للجرافيكال لان هي جرافيكال ميثود انا ممكن احاول اقيس يعني احنا ممكن نعمل في المثلثات ها قديش 83 تقريبا كنا بنتكلم عن 83 كيف طلعت معك القياس هلا ممكن نعملها بالحسابات واصلنا عارفين هذا الطول العمودي وعارفين هذا هون هيك الزاويه مره اطلع هذا الطول مره اطلع الطول الثاني هون اطلع الزاويه بس هلا ما فينا صار عندي 83 اذا هلا باخذ هذول بنصيروا نيجاتيف فعندي ناقص 120 ناقص 83 زائد ثيتا ديفيسيت اقرب زاويه راح تكون ناقص 180 مش شرط طبعا بس بالحاله هاي اقرب شيء 180 120 و 83 120 و 80 200 204 مش هيك بيطلع؟ اذا بيطلع عندي ثيتا ديفيسيت بتساوي ناقص 180 زائد 204 مش هيك؟ زائد 204 بيطلع عندي انا الزاويه تكون قديش؟ 24 اذا الفرق بين زاويه الزيرو وزاويه البول تبعت الليد كومبنسيتر لتكون 24 درجه او عرض المثلث هذا اللي احنا حطيناه قبل شوي هون بده يكون 24 درجه هلا في عندي زي ما حكينا طريقتين الميثود 1 بيعتمد على الباي سكشن اذا بدي انصف هاي الزاويه اللي هون هاي الزاويه اللي هون تقريبا هي 120 فبدي اخذ حوالي 60 من هون حتى انصفها وبحط هذا هون الزاوية الكبيرة اللي بنصفها الزاوية الأخضر والأزرق هاي هاي من هون لهون بنصفها بعدين باخذ نص ثيتا ديفيسيت من هون ونص ثيتا ديفيسيت من هون هاي تقريبا أنا هون مش تقريبا هاي 60 من هون إذا راح أجي الآن أرسم خط هذا المفروض راح أحطه مقطع أو سنتر لاين بعدين بدي اخذ قديش الزاويه عندي؟ 24 24 اذا بدي اخذ بكل جهه 12 اذا هلا الاصح اني اقيس على هذا اللي هون يعني هذه تقريبيه اللي هون هذه تقريبا 12 322 هاي 12 عفوا الزاوية بين الأخضر والأزرق اللي فوق 122 هي 122 مضبوط هو في عندي هون شوي على الدقة مضبوط يعني مثل الشغل بتصيره صحيح أنا بس لأنه عشان على اللوحة الكبيرة والأجهزة مش مناسبة هلا هون صار عندي هاي وضع ايش وضع عندي؟ زيرو هي البول هي البول كيف بطلع الآن قيم الزيرو والبول؟ على القياس مش هيك على السكيل بترجع على السكيل إذا بدك تكون دقيق بجيب المتر أو المسطرة ونقيس هون هلا بدنا نقسم على قديش بعدين؟ بس كده بس نقيس على 50 اذا بناخذ الان وين بقيس من الاوريجن؟ اذا انا عندي هون راح اخذ من النقطه هاي وهذا بيطلع معي 345 من الكم 345 تقريبا 7 بيطلع معي بالدقه هون بالهاي هي طبعا هون معي ماينس 6.4 بسبب الرسم قديش بتطلع معك؟ تنسيق المنقط اه هلا المنقط هذا تنسيق الزاويه الكبيره المنفرجه حوالي 120 او 122 طب البول والزيرو هلا البول والزيرو انا اخذنا هي ثاني زاويه الديفيسيت مش هيك؟ زاويه الديفيسيت هي بتكون عرض هذول الاثنين بس هي كلها هذيك فنصها قديش رح يصير؟ 12 من هون و12 من هون هلا انا بالرسم الدقيق طلع معي حوالي 6.4 بس خلينا نمشي على الرسم اللي عندنا هون احنا عندنا تقريبا هون 7 اذا هاي رح تكون 7 radians per second is 0 والبول رح تكون 8 9 تقريبا 10 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا 10 انا عارف انه هون الرسم مش 100% بس هي واضحه الفكره هون عندي ومشينا فيها على السكيل هون اذا صار عندي ساعه ناقص 7 ناقص 10 هلا ما كبر الديزاين معي شو الجزء من الديزاين اللي كمل؟ الثيتا اللي هلا طلع معي شو هذا؟ زد سي وبي سي مش هيك بس شو ناقصني هلا؟ والله الكي تمام احسن اذا هلا الجزء اللي كمل معي انا بعرف انه الليد كومبنسيتر الترانسفير فانكشن تبعته
راح تكون اس الزيرو وين راح يجي؟ فوق فوق والبول راح يجي تحت. هل الزيرو اصغر من البول؟ نعم مش هيك؟ لاحظوا هون الستاتيستيك راح يكبر من مقدار 10 على 7 والله 10 على 7 في حالات معينة اللي فيها كان كونستنت ستيدي ستيت ايرور كونستنت مش زيرو ولا انفينيتي راح يكبر بقدر يعني هون رام اذا دخلت رام على هذا السيستم الستيدي ستيت ايرور راح يكبر بقدر 10 على 7 اللي هي تقريبا 1.5 حوالي 1.5 راح يتحقق معي الان الاوفر شوت راح يتحقق الرايز تايم شو ضل هلا بدي احسب كيبل خلينا نعمل حسابات كيبل احمر اذا النقطة هذه اللي يمر فيها الروت لوكس الماجنيتيود كونديشن تبعها صحيح لازم تكون شيء حتى يكون الماجنيتيود تبعها صحيح بدي احسب كي هلا انا فوق قاعد كونستنس من هنا اذا الماجنيتيود كونديشن بقول انه كي على طول البول الاول مضروب طول البول الثاني بيصير في طول البول الثالث وعندي زد مش هيك كمان هون في زد خليها زد سي هاي نسميها هاي نسميها بي سي مش هيك هاي بدها تساوي واحد مظبوط اذا شو بدنا نعمل الان بدنا نقيس الاطوال بدنا نقيس اطوال الثلاث بولز والزيرو حتى نقيس اطوال الثلاث بولز حد يسجل الارقام عشان نحسبهم رح ناخذ طول البول الاول وين البول الاول هيك اذا هذا رح ناخذ القيمه هاي اللي هي تقريبا 400 تقريبا 415 اقسم 415 على 50 هذا رح يكون البول الاول يعني البول الاول طوله يساوي 415 ملم على 50 راديان بير سكند والبول الثاني تي سي زد سي ناخذ البول الثاني طوله من النقطة هذه البول الثاني طوله من النقطة هاي للنقطة هاي عندي 350 350 على 50 ملم سبعة اللي هي 7 تقريبا مش هيك على 50 تقريبا 7 راديان بير سكند البول تبع الكومبنسيتور طوله 445 445 445 على 50 وهذا بيطلع معي الراديان بير سكند وبعدين الزد سي رح يضرب فوق يحطه في المقام طوله من هاي النقطة 370 حوالي 372 على 50 ويساوي 3 متر سكند اذا هلا جاهز انا احط القيم هاي الموجودة هون عندي كي اللي بدي احسبها هذا طبعا يساوي 1 عندي كي اللي بدي اعرفها هلا اقسمها زد سي على 372 8.3 مش هيك؟ راديان بير سكند، إذا هلا بصير عندي هون بدي أحط فوق الزيرو اللي هو 7.417 طيب بدي أطلع حسب الضغط قديش؟ 517 إذا كي شو بتساوي؟ بتساوي 517 على 7.4 قديش بتطلع كي؟ 69 إذا صار عندي هلا هون 69 هاي عندي تقريبا خلينا حتى نأكد لنفسنا إنه إحنا فهمانين شو اللي بنعمله هاي هذا راح أشيل 69 من هون وراح أحط الآن الفانكشن تبعت السيستم النهائي السيستم النهائي الآن راح يكون S زائد 7 على S زائد 10 عندي هون هذه 69 خلينا نشوف قديش بتطلع معي هون انا بتطلع معي 71 بس قريب الرقم بالنوتس اللي بنزل لكم اياها بتطلع 71 عندي هون اذا كان هون هذه مرتين هي البلانت عفوا ما عطيناش البلانت هذا كنترولر هذا وين راح يكون هذا داخل الكوبيك تبعك او تي ال سي او الكنترولر مش هيك هذول الاثنين البلانت نفسها هي واحد على اس S plus 5 هاي البلانت وهذا الاوتبوت
and unity feedback for the transducer اللي عندي هون unity feedback ما فيش فيه بولز وبعدين هون رقم واحد اثنين صار هاي الكنترولر اللي كان هاي صار هاي الكنترولر اللي صممناه بالأول كنا نصمم proportional controllers اليوم صممنا lead compensator مع proportional controllers هذا المثال